بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. انتهى كاس العالم وفازت الارجنتين بعد ضربات الجزاء الترجيحيه. نعم فازت الارجنتين، ولكن الكل فائز في هذا في هذه البطوله او في كاس العالم ده، لان الحقيقه لو يعني اتكلمنا عن كره القدم بعد كاس العالم الخريطه بالنسبه لكره القدم في العالم هتتغير بشكل كبير جدا. يمكن المغرب نجحت انها تحط افريقيا يعني في منطقه تانية خالص، الخريطه هتتغير شكلا وموضوعا بعد كاس العالم. نعم فازت الارجنتين بكاس العالم، ولكن في فرق كتير جدا ومنتخبات كبيره خرجت بدري، ومنتخبات ما كانتش على الخريطه وصلت الادوار يعني متقدمه جدا، ولكن يعني يبقى كاس العالم ممتع. حتى النهائي كان ممتع بشكل غير طبيعي، يعني لحد اخر صفاره ولاخر ضرب الجزاء كان كل فرقه من الاثنين عندها امل. هذه هي كرة القدم، انتهى كأس العالم، هننتظر إن شاء الله 4 سنوات قادمة لكأس عالم جديد. كنا نتمنى يبقى كأس العالم زي بطولة العالم كده لكرة اليد كل سنتين، ولكن يعني زي ما بيقولوا طبعا كرة القدم صعب يبقى ده متطبق، أو هي طبعا يعني اللعبة الأشهر والأكبر، صعب يتعمل كأس عالم كل سنتين. انتهى كأس العالم وانتهت المتعة، وهنرجع تاني بقى ننتظر 4 سنوات.